السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بإذن الله هناخد ليسون 4 في كونسبت 2.2 لدكاترة سنة رابعة. يلا بينا. ايه الدرس ده؟ سهل خالص. عبارة عن ايه؟ انا عندي برطمان صعب جدا، دايما البرطمان الصعب انه ايه، نيجي لاخويا الكبير ايه اديه له، واحدة متجوزة اتفضل اعمله لي، باباها اتفضل يا بابا اعمل ايه، اتفضل افتح البرطمان. ليه البرطمان صعب قوي؟ طيب فعملوا ايه بقى؟ عملوا ايه؟ ها، عملنا حاجة اسمها الروبوت هاند. ايه الروبوت هاند دي بقى؟ ايه ايد الروبوت دي؟ هقول لك وظيفتها، الفانكشن بتاعها opening the jar cap، يعني افتح ايه الجار، الكاب بتاعت الجار اللي هو غطا الجار، غطا البرطمان. that it is hard to be opened، اللي هو صعب ايه، ها، صعب ان انا افتحه. تمام. طيب حلو قوي. هي الـ الروبوت هاند دي بتجيب الانرجي بتاعتها منين؟ بتجيب الانرجي بتاعتها منين؟ من البطاريات. تمام، من الباتريز. تمام، يلا بينا نكمل. يبقى الروبوت، ايد الروبوت دي بتاخد الانرجي بتاعتها منين؟ ها، من الباتريز، البطاريات. تمام، يعني بنحط فيها حجارة. حلو قوي، حلو. فالكيميكال انرجي اللي جوه البطارية، تمام، الكيميكال انرجي، مش احنا قلنا البطارية كان جواها كيميكال انرجي، جواها حاجات كيميائية. حلو، تتحول لإيه؟ كهرباء، الكتريكال انرجي، الكتريكال ايه؟ انرجي. تمام، تتحول لإيه؟ الكتريكال انرجي. يبقى الكيميكال انرجي اتغيرت لإيه؟ لإلكتريكال انرجي. حلو، شغلنا البطارية، البطارية دي الكهرباء، الكهرباء حركت ايد الايه، ها، ايد الروبوت ففتح الجار، ايد الروبوت ففتح الايه، الجار. يبقى انا عندي أداة اسمها الروبوت هاند. تمام، عملت ايه؟ فتحنا بيها الجار كاب اللي انا صعب افتحه. طيب خدت الانرجي بتاعتها منين؟ ها، من الباتريز، من الايه، من البطاريات. تمام، طيب يبقى ايه الانرجي اتغيرت ازاي؟ من كيميكال انرجي جوه البطارية لكهرباء، الكتريكال انرجي، لإيه؟ لكاينيتيك انرجي، ان الايد تتحرك ففتحت الجار. بس كده، في صعوبة؟ ها، في صعوبة؟ يبقى هنا نفس الكلام اللي قلنا الدرس اللي فات، ان الانرجي is not created، مش بخلقها or destroyed، ولا بدمرها. تمام، خالص. وين حتى لما اتحولت من كيميكال لإلكتريك، ولا حاجة اتخلقت ولا حاجة اتدمرت، لا هي ما يعني مش كيميكال اتدمرت فبقت إلكتريك، لا هي اتحولت ليها، مش اتدمرت، ما موتهاش بعد كده ايه حياتها، لا ده انا غيرتها خالص. تمام، يبقى الانرجي is not created، مش ما اتخلقتش ولا ايه، ولا destroyed ولا اتدمرت. تمام، حلو، جميل. طيب الانرجي اقدر احولها from one form to another، اه، اتحولت في الروبوت هاند لمين لمين؟ من كيميكال لالكتريك لايه؟ لكاينيتيك. كلمة كاينيتيك هي هي كلمة ميكانيكال، كلمة كاينيتيك هي هي كلمة ايه؟ ميكانيكال. تمام؟ قولي يا نيروز، قولي يا نيروز، قولي سؤالك. طب قولي يا روان. مش معلش، انا كنت عايز اسال، هو ده اول لينك؟ لا لا، ده اول لينك، ايه، صلي على النبي، ده الحصه بتاعت بكره بقى الساعه 7 يا روان، مش النهارده. قولي يا لوجي. مش بقول لك في الشات، ماشي، اوكي، اه، حاضر، شفت، حاضر، عيني. قولي يا ماري. حصة 9 7 تبقى نفس الحصة دي ولا تبقى اه بس درس كده، جديد؟ لا هي هي، زي بكرة يلا. قدام حصة مستر محمد. لا ما تقلقيش. طيب قولي يا نيروز، قولي سؤالك. ايه هو حضرتك ذات؟ ايه؟ هو حضرتك ذات؟ اه، يلا. طيب يلا بينا نكمل. يبقى كده، ها، انا عايزة بقى مين مين مين؟ هو عمر وعلي موجودين ولا مش موجودين؟ مش عارف. عمر، اه عمر، والله والله مين energy stored in the battery؟
نعم ميس. مين انرجي ستورد ان ذا باتري؟ ها دلوقتي انا عايز افتح الفلاش لايت، عايز افتح الايه ال الكشاف، فالبطارية جواها انرجي ايه يا عمر او علي؟ ميس البطارية جواها ايه؟ ميس انا علي، ينفع اقول قول يا علي. كيميكال انرجي؟ برافو، اكسلنت علي، برافو، جميل. طيب ريتال، فين ريتال؟ نعم ميس. لو انا الكيميكال انرجي دلوقتي، ايه الانرجي اتغيرت لايه انرجي اللي بتمشي في السلك؟ انهي انرجي اللي بتمشي في السلك؟ كايناتيك. لا لا، انهي انرجي جوه السلك؟ هي نوع من الكايناتيك. اه بس مين؟ مين بالظبط؟ اللي هو ها انهي مين استنى، بيمشي في السلك؟ كهرباء الكتريك. برافو، الكتريكال. ماشي طيب، يبقى كده انا البطارية اتغيرت لكهرباء، اتغيرت لإيه اللي هو اللي طالع من اللمبة بقى؟ ايه اللي طالع من اللمبة يا ياسين؟ ياسين، ايه اللي طالع من اللمبة؟ ايه الانرجي اللي طالع من اللمبة؟ طيب قول. ها اللايت. لايت انرجي، برافو يا شباب، كده خلصنا الدرس. شكرا جدا ليكم، اللي عنده اي لسه سؤال. قلنا كده هنسافر يعني هنحل تاني ولا هناخد درس مننا ولا ايه؟ لا هنا بس كده خلصنا، ممكن اقفل بس الفيديو. شكرا جدا، اللي عنده اي سؤال يقدر يبعت لي على 010-299-19-557. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتبقى تقولي على الواتساب عشان اخلكم جروبات الماس والساينس والاي سي تي. شكرا جدا، باي باي.